اما هلا زينب رح ننتقل لمساحه جديده من مساحات صباحنا غير المسابقه المركزيه، تناولناها بالاسبوع الماضي بالصباح، ولكن الاستفسارات بعد موجوده كثير عند المواطنين، ولاهميه هذا الحدث رح يكون معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور فراس صبور، رئيس قسم دعم مشاريع الاصلاح الاداري في وزاره التنميه الاداريه، للاجابه عن مجموعه من الاستفسارات. استفسارات. يسعد صباحك دكتور فراس، واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم ولكل المتابعين الاخرين السوريين. يسعد صباحك دكتور فراس، يعني يمكن اول سؤال عم يسالوا المواطنين انه ما في غير شاغر واحد بالمسابقه، بنفس الوقت دائما طلعت التعليمات انه التقدم لثلاث رغبات، طبعا. فهي النقطه خلينا نوضحها، كيف انه في شاغر واحد ولكن طبعا. نقطه هل هي اجباريه التقدم لثلاث رغبات للمتقدمين؟ تمام، هلا بدايه صباح الخير لكل المتابعين الاخباريه السوريه، بس خليني بدايه نوضح شغله مهمه للغايه الاساسيه من المسابقه شو هي. بداية هي استثمار الموارد البشرية الشابة بالأماكن التي تلائم التأهل والتخصص العلمي لها، وهذا كان توجه كريم السيد رئيس بشار الأسد منذ اليوم الأول لإطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري باستثمار هذه الكفاءات ووضعها في المكان المناسب. طبعا هذا المكان تم توصيفه بشكل دقيق بالتعاون مع الجهات العامة لاستثمارها لاحقا لإعادة الإعمار وبناء الوطن. بالإضافة إلى أهمية المسابقة أيضا أنها نظام جديد وفكر جديد لتعيين واستقطاب الموارد البشريه والذهنيه الجديده تعتمد على ربط درجات التعليم. بالعوده الى سؤالك الكريم، هلا المطلوب طبعا وضع ثلاث رغبات، يعني حق لكل متقدم من سباقات التوظيف المركزيه التقدم على ثلاث فرص عمل. سابقا التوظيف كان يصير على اساس الفئه وعلى اساس الشهاده. انه انا مثلا بدي فئه ثانيه او بدي فئه اولى فبقدم. اليوم الموضوع صار يعني ثلاث رغبات، يعني عمليا انا عم اقدم على ثلاث مسابقات. هلا السؤال يعني عم تسال عنه العالم، انه انا اذا قدمت على شاغر واحد مثل اللاذقيه مثلا بكالوريا ادبي ما بيقبل نظام البرنامج هذا الطلب؟ لا بيقبل، بيقبل هذا الطلب اذا كان رغبه او حتى رغبتين، ولكن بشرط انه يطلب على الطلب بناء على رغبه ومسؤوليه المتقدم. يعني دكتور خلينا نرجع ناكد على هي النقطه، يعني المتقدم اذا بده يقدم هون انتم طالبين ثلاث رغبات، هو تخصصه او ما لقى غير شاغر واحد بيناسبه او ما بده غير واحد بيقدم، في يقدم على رغبه او رغبتين وبينقبل؟ تمام، هلا في حال ما كان في يعني غير هذا الشاغر بكل المحافظه سواء كان تعيين او تعاقد بيقدم، ولكن ترجع بقول لك مثل ما قلت لك انه بيكتب يعني مثل ملاحظه او جنب الرغبه انه بناء على رغبة ومسؤولية المتقدم، إذا كان شهر واحد، إذا كان رغبتين كمان نفس الموضوع يعني. نعم. يعني في نقطة كمان دكتور فراس خلينا نوضحها، عم يسألوا عنا الناس، يعني على سبيل المثال إذا شخص بده يقدم مثلا لشاغر بتل كلخ بحمص، ليش عم بيتم إجباره اختيار رغبتين بعيدتين عن مكان سكنه؟ المتقدم عم بحاول يختار الأقرب لمكان السكن، وخاصة بتعرف بالأرياف والاحتياجات كتير قليلة والمواصلات حتى. والمواصلات تمام أكيد. هلا تمام، هلا هي القضيه ليست قضيه اجبار، يعني نظام المسابقه يعني اعطى حريه للمتقدم للاختيار. من هون اجى موضوع الرغبات، ما بنختار مثلا الرغبه الاولى ما مثلا نفرض انه كان المكان بعيد، الرغبه الثانيه بشوفها، يعني بالدليل موضح احتياجات المحافظه موجود كل هالتفاصيل، وبالتالي هو حر. القضيه ليست قضيه انه انا انه في اجبار او منع، لا لا العكس اطلاقا. لنفرض انه هو معه مؤهل علمي، اجازه جامعيه، او خلينا بالفئه الاولى مثلا، اختار مثلا شاغر او شاغرين ما معه غير يعني هذول الشاغرين، او ما في ما تحته يعني بالاحتياج غير هيك، فبيقدم يعني بشوف شو في اماكن ثانيه. يعني هو الاحتياجات تم توصيفها بشكل دقيق بناء على يعني طلبات الجهات العامه. نعم. طيب دكتور كمان في استفسار كتير مهم قرينا بالتعليقات، انه طلاب الترجمة بيقدروا يقدموا على تخصص الادب الانجليزي لانه ما هم موجودين ابدا بالمسابقة؟ هلا تمام، هلا هذا كثير من احد الاسئلة اللي سألت صراحة، بدي كمان نوضح شغلة، انه كثير الاسئلة اللي عم تسرد صراحة هي اسئلة دائما محققة ومشروعة. نحن كفريق من اللي يتم التعامل معه من خلال بريد الصفحة ومن خلال الجولات الميدانية اللي نكون فيها، مثل موضوع الترجمة.
إذا كان المطلوب بطاقة الوصف إجازة في الآداب والعلوم الإنسانية فأكيد الترجمة مع الأدب الإنجليزي بيروحوا بنفس الاتجاه، يعني يقبل الطلب. ولكن هذا بالنسبة للوظائف العامة، ولكن الوظائف أو وزارة التربية طالبة مدرس، الترجمة هون لا تعادل مع إجازة الأدب الإنجليزي. هاي هو الجواب اللي عم يسألوا عنه الأخوة المواطنين. نعم، يعني كمان خبرنا وصلنا هيك استفسار انه باحدى بطاقات الوصف الوظيفي ذكرت عباره بالاضافه لتعليمات تعميم وزاره الاداره المحليه والبيئه تاريخ 5/9/2018. شو بتعني هي الجمله؟ هلا تمام، هلا قلت ما قلت لك الاحتياجات تبع الجهات العامه دائما تم تعميمها وارسالها الى ناحيتين. الناحيه الاولى تم نشرها عبر التليجرام قناه وزاره التنميه الاداريه، وتم ايضا ارسالها الى الامانات العامه بالمحافظات، وكل احتياج وكل بطاقه وصف ارسلت معها التعميم اللازمه. التعميم تبع وزاره الاداره المحليه بيبقى عندنا بعض الحالات الاستثنائيه المتعلقه بجنود الاطفاء والاشتراطات، فهي التعميم متعلقه هم باختيار جنود الاطفاء والاشخاص اللي بدهم يشتغلوا بمركز عمل متعلق بالاطفاء. يعني مثلا موضوع تحديد العمر، هذا المسابقه لم تتضمن تحديد العمر ولكن فقط بعض الوظائف في موضوع جنود الاطفاء. يعني نحن عم نحكي عن مثلا عمر بين 30 ل 35، في شروط متعلقه بتسلق الجبال، وزن معين 65 او الى ذلك. فالتعميم هو ناقش هاي الحالات المتعلقه بموضوع جنود الاطفاء. نعم، كمان استفسار دكتور، اختصاص رياض الاطفال في يقدم على شاغر معلم الصف، كمان عم نشوف من ايضا يعني هي نموذج، كمان استفسار ثاني انه طلاب المعاهد ما لقوا كمان لهم شواغر ضمن الوظيفه، هدول وين بدهم يقدموا ولا مستبعدين من المسابقه؟ لا اطلاقا ليش مستبعدين، هي الفئه الثانيه ضمنت معاهد وبكالوريا. برجع بقول لك يعني بيشوفوا بطاقة الوصف، الاختصاص الدقيق هو الاختصاص المطلوب على بطاقة الوصف. يعني إذا كان بين إجازة في التربية خلاص بإمكان أي شخص من أي قسم من ضمن قطاع التربية أنه يتقدم للمسابقة، باستثناء إذا كانوا محددين أنا بدي إجازة للتربية رياض أطفال، فحصرا هو المطلوب رياض أطفال. نعم، أيضا كمان استفسار عن بيان الوضع للذكور، لوين بده يتم توجيهه؟ هل لوزاره التنميه الاداريه او المحافظه او للمسابقه؟ كثير من الناس عم تسال. تمام، العكس اطلاقا، لا الى وزاره التنميه ولا الى المسابقه، كلمه او عباره الى من يهمه الامر هي كافيه بالنسبه لبيان الوضع. طبعا البيان الوضع يرفق مع الاوراق الثبوتيه التي يقدمها المتقدم في المحافظه عند تسجيله التقدم للمسابقه. فعباره الى من يهمه الامر كافيه بتغني عن كل. نعم. طيب كمان في استفسار كثير مهم، يعني رغم انه تم الاعلان عن المسابقه والتحضير الى من فتره، ولكن بعض في حاله من الغموض عند المواطنين او التخبط شوي سواء بتسجيل الرغبات، ونحن عم نحاول بالاعلام يعني نجاوب عن هي الاستفسارات. في اشخاص راحوا وسجلوا، يمكن هم بدهم رغبه بمكان واحد فقط واضطروا يعبوا ثلاثه، او حابين يغيروا هي الرغبات بعد يعني تقديم الطلب، بحق له للشخص الشخص يعدل رغباته؟ هلا بعد تقديم الطلب لا، في صعوبه. يعني هي القضيه هلا بالاسبوع الاول او بالايام الاولى كان في شويه ضغط ازدحام، هذا امر طبيعي، لسه الموضوع بالنسبه للناس او المتقدمين ما كان غير واضح. طبعا اليوم في ازدحام، امبارح كان لنا جولات ميدانيه بمحافظه دمشق وريف دمشق، صراحه في 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 ضغط ولكن بطريقه منظمه. الموضوع التعديل اتوقع صعب ولكن ليس يعني قابل للحل. الشيء اللي بيتاجل هو فقط اذا في حدا عنده خطا مثلا ببيانات معينه، فلجنه استلام الطلبات اللي مسؤوله عن موضوع تدقيق الطلبات والتاكد من الاوراق الثبوتيه مهمتها تدقيق اي شخص يكون عنده مشكله، فبيتم مخاطبه المتقدم مباشره واعطائه مهله يومين ثلاثه حتى يستكمل بقيه الاوراق. نعم دكتور فراس، يعني اخيرا خلينا نقول يعني مو كل مين رح يتقدم للمسابقه رح يتعين، في احصائيه للعدد الكلي الممكن ينقبل؟ وهل ستعاد هالمسابقه المركزيه قريبا حسب توفر الشواغر بالوزارات؟ تمام، هلا موضوع المسابقه هو موضوع سنوي، يعني المسابقه المركزيه كل سنه في مسابقه. بالنسبه لموضوع انه ليس كل
يتقدم هلا رح ينجح. هو اكيد يعني ما في حدا، نحن بنحكي عن ارقام طبعا بين 70 ل 85 الف شاغر وعرض فرصه عمل. طبعا التعيين او التعاقد للناجحين في المسابقه الذين يعني يجتازون الامتحان من الفئه الاولى والثانيه والاختبار من الفئه الثالثه والرابعه والخامسه. بعد انتهاء مرحله التقدم للمسابقه سيتم دراسه وتدقيق الاوراق يعني والثبوتيات من اللجنه التنظيميه الفرعيه، وبعدها سترسل الجداول باسماء المتقدمين المقبولين الى الجهاز المركزي للرقابه الماليه ليتم تدقيقها ومطابقتها مع الشروط المطلوبه. وبالتالي يعني الموضوع يعني حتى 3/3 بتبين معنا جميع اعداد المتقدمين. ولكن انا فيني اذكر لك بعض الارقام، مثل الاسبوع الماضي عندنا محافظه دمشق مثلا 1870 طلب كان، بريف دمشق 613 طلب كان الاسبوع الماضي، محافظه درعا 1100 طلب. يعني هي حتى اعطيك احصائيه دقيقه، فرح بدنا ننتظر لحتى 3/3 لحتى يخلص تقديم لحتى يتبين معنا الاحصائيه بشكل كامل. نعم دكتور، يعني الاسئله كثيره للامانه، وهي اكثر عم تصب بموضوع التاكيد على فيني انا سجل رغبه واحده او رغبتين، انه ما حطت 3 رغبات، وموضوع تشابه الاختصاصات يعني ما انا موجوده بالمسابقه بشكل واضح. رح نخلي الكلمه الاخيره لحضرتك، واذا في اي توضيح حابب تضيفه بهذا الموضوع فتفضل. انا تمام، بدي احكي شغله بالنسبه لموضوع الشواغر او موضوع الفئات، في شواغر موجوده شواغر موجوده. وزاره التنميه الاداريه دورة بموجب القرار 81 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء هو تنظيم وإشراف على المسابقة. المسابقة بدأت بداية قامت على دراسة استمرت تقريبا لمدة عام وشهرين تقريبا، تم فيها سبر كافة احتياجات الجهات العامة. يعني وزارة التنمية الإدارية لم تقم هي بوضع الاحتياجات، من وضع الاحتياجات طبعا كل الجهات العامة هي المسؤولة عن وضع هذه الاحتياجات و بشكلها الدقيق. فالامر عائد الى موضوع الى الجهات العامه. طبعا هلا البعض بتحكي بيقول انه نحن عندنا فائض هون بمكان فائض بمكان اخر. برجع بقول لك يعني موضوع ليش انطلب في اولى، ليش هلا انت عم تمد تركيز على الفئات الثانيه والثالثه والرابعه، هذا الشيء متعلق نحن بمؤتمر اصلاح الاداري اللي صار ب 2006. تم يعني كان في احد التوصيات، طبعا هي المسابقه نتيجه من توصيات المؤتمر، فكان طلع بالجهات طلع بالمؤتمر في فائض بالنسبه للفئه الاولى، وبالتالي تم التوجه نحو العماله الفنيه لهيك الفنيه المهنيه والفنيه، لهيك تم التركيز على باقي الفئات. نعم، كل الشكر لك دكتور فراس صابور رئيس قسم مدعم المشاريع الاصلاح الاداري بوزاره التنميه الاداريه على يمكن هالايضاحات والاستفسارات للمواطنين. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتور. واكيد زينب بدنا نقول لكل الاشخاص اللي بدهم يقدموا على هي المسابقه يسالوا كثير، يعرفوا يعني ما يقدموا ليكونوا متاكدين تماما، لانه التعديل صعب على ما يبدو. صعب اكيد.